السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي بعض الحوايط معمولة فيها الريتنج ساعة، وبعض الحوايط معمولة فيها الريتنج ساعتين، وبعضهم مثلا ساعة ونص، وعايز أميز بينهم، يبقى كل واحدة واخدة لون، وكذلك أعمل سكادول في الألوان ديت. طيب أنا عندي مثلا الحوايط دوت، هاجي هنا وأقول له إن أنا عايز أعمل دوبليكيت، واقول له دي مثلا فاير ريتنج 30. وطبعا لو انت عايز تخلي الفاير ريتنج يعني حوايط معينة او كده، بدل ما تعمل دوبليكيت ممكن تخلي الفاير ريتنج تبقى خاصية معمولة انستنس وليس تايب، يعني موجودة في بره هنا حتة وحتة. يعني هاجي بقى على الفاير ريتنج واقول له ان دي 30، بعد كده اقول له دوبليكيت، وبدل 30 دي اخليها 60. وانزل واخلي دي 60، وله دوبليكيت، اقول اوكي، اخليه مثلا ايه 60، وحوالي تاني اخليه 30، وبعد كده اخش بقى على الفي في، اخش على فلتر، وبعد كده اقول له اد، وبعد كده اقول له اديت، عايز انا ازود بقى فالريتنج 30، ودي طبعا خاصية دي الحوادث بس، فاقول له قول، وبعد كده هقول له هنا الرولز بتاعتي ان الول ديت الفاير ريتنج بتاعتها هتساوي 30، ابلاي، وبعد كده هقول له اعمل لي منها دوبليكيت، بس خليها بقى ايه 60، الستين هنا اقول له دي خليها 60، و90 اقول له خليها 90، واقول له اوكي، واقول له اوكي، واقول له بقى ايه هنا في القط مثلا ممكن تخليها لاين او باترن، يعني انت حسب ما انت عايز. فاقول له دي خليها مثلا سوليد، وخلي دي اللون بتاعها مثلا احمر، ودي الستين ديت خليها أصفر، خليها أخضر، فتطلع معانا بالشكل دوت. نخلي دي 60. طيب تعال بقى نعمل سكادول، نيو سكادول للول، اوكي، فالريتنج اهم حاجة بالنسبة لي،
شوف بقى ايه الحاجة اللي انت عايز تضيفها تاني. هاجي بقى على فورماتنج والفير ريتنج كونديشن فورمات. الفير ريتنج لو بيساوي مثلا 90 يبدأ يدي مثلا لون أخضر مثلا، أو ممكن نقول له لو هو أصلا بياخد قيمة معينة not equal to، لو هو مش صفر اديله لون أخضر مثلا. أوكي. عشان نعرف هل الحتة دي فيها ريتنج ولا لأ.